الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أفادت هيئة النزاهة في العراق بصدور قرار قضائي بالسجن الغيابي لمدة 7 سنوات بحق مدير عام المصرف العراقي للتجارة الأسبق على خلفية ملفات فساد وهدر للمال العام. وأوضحت الهيئة أن قرار الحكم الصادر من محكمة الجنايات جاء على خلفية التهم المنسوبة له في قضية محي ائتمانات بمبلغ تجاوز 68 مليون و240 ألف دولار لأحد زبائن المصرف دون تقديم ضمانات كافية. قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية السابقة ندى شاكر جودة إن غالبية أبناء الشعب العراقي يعيشون وضعا اقتصاديا صعبا، لا سيما بعد قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والتي كانت مقدمة لأزمة ارتفاع أسعار مادة الطحين. وأضافت ندى شاكر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ومنها مادة الطحين يؤثر على أسعار بيع الخبز إلى المواطنين، ما قد يولد انفجارا شعبيا. وشهدت أسعار الطحين في السوق ارتفاعا بلغ 45 ألف دينار للكيس الواحد بوزن 50 كيلوغرام. استمر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية، حيث بلغ مستويات غير مسبوقة ليصل إلى 28,500 تومان لكل 100 دولار وفقا لمصادر صحفية. ولم يذكر المسؤولون في إيران سبب الارتفاع الحاد في قيمة الدولار، لكن مسؤولي الخزانة في البلاد ذكروا قبل بضعة أشهر أن 3% فقط من عائدات النفط قد تحققت في ربيع العام الجاري. ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.9% ليغلق أسبوع التداول عند 3140 نقطة. وقال محللون اقتصاديون إن سوق الأسهم في دبي أغلق أسبوع التداول على ارتفاع منهياً التداول بعد أسبوع أداء قوي، مشيرين إلى أن أسواق الإمارات ومنها أسواق دبي حققت أداء جيداً الأسبوع الجاري بعدما أعلنت الإمارة عن خطط لإدراج 10 شركات مدعومة من الدولة في بورصتها. اتجه الدولار نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في غضون 5 أشهر مقابل عملات رئيسية، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة مبكراً من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات ذروة جديدة هي الأعلى في 16 شهراً عند 95 نقطة، متجهاً نحو تسجيل مكسب أسبوعي هو الأعلى له منذ 20 حزيران الماضي، فيما تراجع اليورو مجدداً إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً عند $1,439. تراجعت أسعار النفط عالمياً مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل توقعات تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خططاً لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم. وتراجعت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً لتصل إلى $81 للبرميل بعد مكاسب تحققت يوم الخميس، فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 25 سنتاً لتصل إلى $82 للبرميل الواحد. ختام الموجز، إلى اللقاء.